السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير يا أبو علي. يا مرحبا. أول شيء أبعطيكم قصة عشان تعرفون أبطالها. في رمضان من الرمضانات الماضية خرج أب بحثا عن الحياة وأخلف زوجا وأربعة أبناء، أكبرهم ذو السبعة أعوام وأصغرهم ذو السبعة أيام، فأصابته أقدار المنون وخلفه زوجه فأحسنت الأمانة ورعت غرسهم فأينع وأثمر. سبق الأكبر عمره فعمل واجتهد وكان خير سند قبل أن يصل إلى عمر العشرين، اشترى منزلا لهم ولأسرته، عاش مع والدته وفي كنفها ورعايتها، تزوج وأنجب وخدم والدته وإخوانه الذين أصبحوا أطباء ومهندسين ورسامين ومبدعين في خدمة وطنهم المعطاء. فكانت ولا زالت والدتهم عن 100 رجل كحال أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وما تربوا عليه. طموحاته متجددة، كاتب وراوي ومغامر ورحال وإيجابي ومحب وعاشق. مقولته في الحياة: بالحب نحيا وتبقى ذكرانا، منها سوف أنشر لكم الحب والعطاء والإيجابية بما قرأت وسمعت ورأيت. فالحب هو الذي أخرج الأب في ذاك اليوم ولاقى قدره. ولا زالت تلك القصة في حلقي أطعم مرارتها إلى الآن. رحمك الله يا أبي وحفظك الله يا أمي، أخوكم علي بن عبد الله بن روية. الله يرضى عليك. يا هلا وسهلا، حياك الله. هلا بك يا عبد الراس. يا مرحبا. الله يطول بعمرك. عمرك ان شاء الله. يا حبيبي. تفضل حبيبي. تسلم. بالتوفيق. وياك. الله يوفقك ان شاء الله. يعطيكم الله يطول بعماركم، لا خلا ولا عدم. الله يطول بعمركم.